اللي خصو يتخاد دابا شي شو واحد القضيه. الله يسامح في شي دابا هادشي اللي عندنا نلعبوا به، ولكن المنخرطين كما قالوا في التقرير ديالهم اللي داروا في المحضر، تنحييهم بعد على المحضر ديالهم لانه متكامل تبارك الله، ما عندي ما نقول. دونك مطلوب من المنخرطين هو انه يجلسوا، اول حاجه يجلسوا مع السلامي، يجلسوا مع السلامي ويقنعوه الا كانت استحاله ديال الانتدابات، ان هذا السيد هذا متمس وما كايناش الامكانيه باش يجمعوا هما الفلوس يديروا الانتدابات، وخا السيد طالب غير جوج دابا الا كان سميتو، يجيبوا لي دوك الجوج، يجيبوا لي دوك الجوج كيف ما كان الحال، ونصبروا على الاخرين حتى من بعد تدخل في ليسات ديال البطوله العربيه. ولكن من دابا يقنطوا، عرفتي علاش؟ لانه الا بقاو الحكماء راكونوا على يقين ان الفلوس اللي غيدخل ديال الاتحاد العربي غادي يلهفوهم، غادي يمشيو، كونوا على يقين وما غتستافدش منهم الرجاء. والله ما طلقوا المسمار دابا، دابا طلقوا المسمار. اي واحد بان لكم ان كاينه صعوبه ديروا لجنه مؤقته، ديروا لجنه، هذاك الاقتراح ديال الزياد ديال الحقه، ديروا نائب الرئيس، ما كاينش دير نائب الرئيس، يبقى ديما الحكماء كيتحكموا فيه. اتونسيون وياكم هذا الحل هذا، وياكم شي سميتو يطيح المكتب كامل. سي الله تقدم استقاله، حنا ما دايرينش حنا، ما دايرينش حنا داك الاقتراع الفردي، هذا اقتراع باللائحه. الزيات من نجح نجح باللائحه ديالته، راه هو اللي كون المكتب. دونك ملي كطيح، ملي كيطيح الرئيس كيستقل، كتستقل المكتب بضمته، كلشي يخرج. وديك الساعه كونوا لنا لجنه مؤقته، واخا تكون من المنخرطين ماشي مشكل، اربعه ولا خمسه ديال الناس منخرطين، ولكن ياخذوا واحد ثلاثه ولا اربعه من الدراري اللي من هاد الناس اللي خدامين في المكتب المدير، كاين دراري شبان اللي هما خدامين مزيان وحافظين الدواسه وعارفين سميت، يخليهم ولكن يراقبوهم. انت كتعرف شي واحد يكون خدام مع واحد من قبل راه لا بد يضرك عليه بشي حوايج. دونك لا باش نقادو شغلنا ونمشي، يكونوا على يقين ان الرجوين كلهم غادي يعاونوكم، لان منخرطين كنحسوا بهم، فهمتي، كنحسوا بهم يعني قراب منا، هما اقرب منا بعدا من المكتب، لان يعني المكتب كان شحال هادي ديال المساحه بينه وبين الجمهور. دونك هادشي اللي مطلوب، اللي مطلوب دابا القرار الاستعجالي، ولو نضحيو بالانتدابات الاستعجالي، هو هادوك الناس دوك الشياب يخويو الوزيز ما يبقاش يدخلوا ليه، وتعطيو لي زانستركسيون سيكوريتي، حتى واحد ما يدخل، صافي حتى واحد ما يدخل. وخليونا سيدي، خليونا نتقاتلوا، نتقاتلوا مع الجامعه مع الفيفا، اللي يكون شي مشكل راه ما كاين مشكل، راه واحد ممثل عطا الله تبارك الله داي لي جون عندهم خبره، راه كاين تما جواد الامين، راه كاين الرامي، راه كاين عطا الله الناس اللي هما عندهم تجربه، راه معاكم الابراهيمي، يمشيو يجلسوا مع الجامعه، اشنو كاين، اشنو اش قالت الفيفا، اشنو المشكل، اشنو كذا، ونقلبوا على حلول ونلقاو على، والجماهير غتعاونكم. لانه علاش؟ لانه الا خرجوا الحكماء كون على يقين ان الجماهير كلها غتنوض غتعاون. علاش؟ لان غيبغيو يسدوا، ما يبغوش شي فراغ يبان باش غدا غدا ما يخرجوش لنا الحكماء يقولوا احنا خوينا الوزيز هما كلاو الدق. الجمهور ما يبغيش هاد القناة، كلشي غادي يعاون. انا كنتمنى يكون الكلام وصل للساده المنخرطين، راه امامهم فرصه تاريخيه لتنظيف الوزيز، هذا هو اللي كاين. وغادي نلاحظوا كاملين بان فلوس الرجاء غيبقاو يبانوا، فلوس الرجاء غيبقاو يبانوا، وغنوليو نطرحوا اسئله، منين جات هاد الازمه، فين هي هاد الازمه اللي كانوا كيقولوا لنا دوك خياتي، فين هكذا. انا متاكد، متاكد جدا بانه الا خرجوا العجزه من تما، فلوس الرجاء غيبقاو فيها، وغادي يكفيو وغادي يشد الخير.